العامر بن منير. رأيك؟ العامر بن منير، واعطوني السؤال على الشاشه. السؤال يقول: من صالح الابن مراقبته بعد سن 18؟ بعد سن، مو بقبل، بعد. بعد سن، شوف لاحظ، بعد سن 18. لا لا محمد، بالله محمد، اوكي، بعد سن 18 وش تشوف؟ والله اغلبنا لو يتاخر عن البيت دقيقه يشبوا فيها الاتصالات. صالح الابن مراقبته. ايه صالح الابن مراقبته بعد 18. اتكلم لك على على نظرة الوالدة. نظرة الوالدة العام، يعني مو بإحساس الأبوة اللي فيك. الأبوة تونا بدري عليها، يعني للحين مو بإحساس الأبوة، للحين ما جاء. بس أنا أقول لك الوالدة، إحساس الوالدة، إحساس الوالدة. لأن لو تأخر دقيقة الله يطوب عمره. اللهم ثبت على وش قلت أنت؟ نسيت. شلون تنسى؟ إيه توافق. أوافق. طيب ثبت لي على وافق. أم عامر معنا على الخط. أم عامر حياك الله. أم عامر يا هلا. كم عمرك الحين أنت؟ أنا تشوفين أنه من صالح عامر أنكم تحطونه تحت، تشوفين أنه من صالح عامر أنكم تحطونه تحت المجهر بعد سن 18؟ مو بتحت المجهر. لا خلاص، عامر بعد 18 رجال. إذا ما لا أنا فهمت. لا لا أنت تحت المجهر. كيف أم عامر؟ أقول سامر عامر بعد سن 18 بإذن الله أنا رجال. ما تمام، يعني ممكن في بعض الاحيان اذا اخطا في شيء ولا شيء اكون مراقب او اوجه على الشيء غلط. يعني جوابش غير جواب، لكن المراقبه جديه جديه. ممتاز ممتاز. طيب تشوفين راح يكسب النقاط هذه ولا لا؟ والله ان شاء الله اني اكسبها يا رب، بس ما ادري. طيب ثبتوا على جوابه. وش قلت انت؟ قلت اي. لا اي قلت وش قال هو؟ دقيقه خليني اتاكد. وافقت. اي لا والله وافقت. صالح الابن مراقبته بعد سن 18، انت وافقت صح؟ ايه. ثبت لي على وافق. واخيرا 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 نشفوا ريقي الشباب، الاجابه خاطئه. واخيرا احد جاوب خطا يا عمي. سالب 100. يا مره انت لا طلعت ساعه دقيت علي شلون كذا؟ سالب 100. السؤال اللي بعده وجينا الحين عند لا سالب 200 صح؟ تدبلت. اي 50 كانت 50. اي صار 100. يا حسافة على الرفقة وطول السنين، حتى كل عام وانت بخير ما قلتها. طيب يقول، طيب السؤال اللي بعده صوت يا شباب.